طيب خلينا احنا بينضم لنا سياده النائب طارق الخولي امين سر لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس النواب. سياده النائب صباح الخير يا فندم وتحياتي لحضرتك. صباح الخير لحضرتك وتحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نتكلم عن اجتماع اللي حضراتكم هتقوموا بيه يوم الاثنين لاستعراض زياده الرئيس، وكيف حضراتكم شفتوا او رايتوا او قيمتوا زياره الرئيس او القمه المصريه الامريكيه؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنرى هذه الزياره بانها زياره تاريخيه بكل المقاييس. اولا بعد فتره انقطاع طويله دامت 13 عام لم يلتقي الجانب المصري والامريكي بشكل ثنائي، وبالتالي بتاتي اهميه هذا اللقاء بعد فتره طويله منذ عام 2004، اضافه لذلك انه بتاتي بعد فتره فتور شابت العلاقات المصرية الأمريكية في فترة ما بعد ثورة 30 يونيو وفي عهد إدارة أوباما اللي كان عنده موقف سلبي تجاه ما حدث في 30 يونيو. اليوم بيلتقي الرئيسين في لقاء يمكن أن يوصف بأنه لوضع محاور استراتيجية في شراكة دائمة ما بين الجانبين ولتصحيح ما تسببت في إدارة أوباما، سواء كان على صعيد الإضرار بالعلاقات المصرية الأمريكية أو على صعيد الإضرار بأحوال وأوضاع المنطقة كما وصف ترامب أثناء حملته الانتخابية. أعتقد أن المحاور الرئيسية اللي تناولها الجانبين محور متعلق بتنمية العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، ومحور آخر متعلق بمعالجة أو الوصول إلى إمكانية لمعالجة أوضاع المنطقة ومجريات ما يحدث فيها، أيضا محور ثالث متعلق بالقضية الفلسطينية وإحياء عملية السلام في إطار المبادرة العربية القائمة على حل الدولتين، ومحور أخير متعلق بمكافحة الإرهاب وتقديم تجديد الخطاب الديني. على أساس هذه المحاور لجنة العلاقات الخارجية هتبحث نتائج كل محور وإمكانيات التحرك من قبل البرلمان المصري مع الكونجرس الأمريكي في إطار تحقيق ما توصل إليه الجانبين على مستوى الرئاسي والتنفيذي، وإضافة لذلك انه اللجنه بالفعل رفعت مذكره لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بتؤكد فيه على ضروره وجود وفود متبادله ما بين مجلس النواب المصري والكونجرس الامريكي في اطار تطوير العلاقات بين الدولتين على المستوى البرلماني وفي اطار تحقيق ما توصلت اليه نتائج هذه الزياره الهامه. سياده النائب، لو هنوصف العلاقات المصريه الامريكيه قبل قمة السيسي ترامب وبعد قمة السيسي ترامب، كيف تصفها؟ العلاقة ما قبل وصول ترامب إلى السلطة كانت علاقة متوترة، كان أسبابها هو إدارة أوباما التي يعني كانت تسعى مع محور الشر في المنطقة نحو إعادة ترتيب المنطقة وفق نعرات مذهبية وطائفية. مصر أجهضت هذا الأمر في ثورة 30 يونيو، وبالتالي كان هناك موقف متشدد من قبل أوباما تجاه مصر. عندما أتى ترامب إلى السلطة كان لديه مفاهيم محددة حول أن مصر وقفت متفردة لمكافحة الإرهاب في فترة كان الجميع يغض الطرف عن تنامي الإرهاب وعن أن جماعة الإخوان هي المصدر الرئيسي لكل الجماعات الأصولية والتكفيرية في العالم. بدأ العالم ينتبه وبدأ يغير مواقفه عندما ضرب الإرهاب وسط أوروبا. ترامب كان له وجهة نظر واضحة في أن تنامي الإرهاب وأن استخدام الإرهاب وأن صناعة الإرهاب كانت صناعة هي بالأصل من قبل أوباما من أجل استخدام الإرهاب لإعادة تقسيم المنطقة. يمكن وصف العلاقة أو الوضع فيما قبل وفيما بعد أننا أمام لقاء تاريخي لا يتعلق فقط ببحث أوضاع متعلقة بالعلاقات المصرية الأمريكية، وإنما بحث لمجريات العالم كله وما يهدده من خطر رئيسي فيما يتعلق بالإرهاب. الإدارة الجديدة، الإدارة الأمريكية الجديدة تعول أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على مكافحة الإرهاب فكريا بأظهرها الشريف، وأنها وأنهم وأن الإدارة تسمن
دور مصر في مكافحة الإرهاب على المستوى الأمني، وبالتالي نحن أمام مرحلة تاريخية جديدة ستشهد فيها تنامي للعلاقات، ستشهد إمكانية للتعاون إلى أبعد نطاق ممكن لمعالجة الميراث السيء لإدارة أوباما ومحور الشر في المنطقة. برأى أنه يعني الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ على الأرض لما توصل إليه الجانبين، ليس على المستوى كما قلت العلاقات المصرية الأمريكية فحسب، وإنما العلاقات العربية الأمريكية. تمام. مصر تنتظر من أمريكا الدعم العسكري والاهتمام الاقتصادي والدعم الاقتصادي والاستثمارات، وتنتظر من أمريكا استيعاب مجابهة مصر للإرهاب، وفي نفس الوقت دور مصر الإقليمي، لكن ماذا تنتظر أمريكا من مصر؟ الحقيقة أنه يعني هستخدم عبارة يعني استخدمت على لسانه على لسان او اطلقه ترامب عندما قال انه يحمل اداره اوباما خساره مصر، وان مصر حليف مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبه للسياسه الخارجيه الامريكيه. حضرتك بتلمسي لب الموضوع، العلاقات الخارجيه دائما تقوم على لا تعرف سوى لغه المصالح. صحيح. والمصالح المتبادله هنا كثيره. يظن البعض أن مصر دائما هي تحتاج للولايات المتحدة الأمريكية أو تحتاج للغرب. أنا بقول لحضرتك أنهم يحتاجوا لنا أكثر مما نحتاج لهم، وأنه يعني ما تم ممارسته ضدنا بشكل ممنهج فيما بعد ثورة 30 يونيو من حصار اقتصادي غير معلن، ومن محاولات تركيع لمصر لما قامت به في ثورة 30 يونيو والاستقلالها بقرارها الوطني، للأسف أنه فشل، أو مش للأسف طبعا، الحمد لله أنه فشل وقدرنا أن احنا نتجاوزه، وبالتالي بدأ الآخرين يفكروا تجاه مصر بشكل مختلف، وأنه لابد أن تكون العلاقات المتبادلة ما بين مصر والعالم الغربي علاقات قائمة على الشراكة وليس التبعية كما كان يريد البعض. هنا مصر نعم تريد بدائل عسكرية، وبالمناسبة يعني حتى استخدام والتلويح باستخدام المعونة العسكرية ومن قبل إدارة أوباما لإجبار مصر على القيام بأمور سياسية محددة فشلت، وأن مصر قدرت توجد بدائل، لأنه من المعروف أن سياسة التسليح المصرية لا تقوم على مدرسة واحدة وإنما عدة مدارس شرقية وغربية، وبالتالي حتى هذا السلاح لم يثمر مع مصر. وهنا بات يدرك الجميع أنه من يريد التعاون مع مصر، مصر دولة سياستها الخارجية تقوم على الخير للجميع، تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، تقوم على حق الشعوب في تقرير مصيرها. من هذا المنطلق مصر تمارس سياستها الخارجية، وبالتالي انتبه الجميع أنه من يريد شراكة مع مصر يجب أن يكون من هذا المنطلق وليس من منطلق التبعية. نحن نريد من الآخرين نعم كسر الحصار الاقتصادي القائم، نريد استثمارات، نريد تعاون عسكري. الآخرين يريدون منا الكثير، يريدون تجديدا للخطاب الديني لن تستطيع أن تقوم به أي دولة في العالم سوى مصر بأزهارها الشريف وبخطابها الوسطي السمح. يريدوا منا مكافحة للهجرة غير الشرعية التي باتت تؤرق أوروبا ويعني تؤثر عليها بشكل كبير، مكافحة الجريمة المنظمة، مكافحة الإرهاب، كل هذه أدوات تملكها مصر وهي الأقدر على القيام بها. لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط إلا بإرادة مصرية، لن يكون هناك حل للأوضاع المتردية في المنطقة إلا بوجود مصر كركيزة أساسية لأي استقرار في المنطقة. ومن هذا المنطلق الجميع ينظر لمصر أنها الأقدر في هذه المرحلة على معالجة كل الأوضاع المتردية في المنطقة والتي بات لها أثر واضح على جنوب ووسط أوروبا. صحيح. سيادة النائب طارق الخولي، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.